الأصل في الموضوع أن الإنسان هو المخلوق الأول والمكرم والمكلف، لأنه قبل في عالم الأزل حمل الأمانة، كلفه الله عز وجل بأشياء كثيرة، كلفه بمنهج يسير عليه. هذا المنهج هو تعليمات الصانع، والصانع هو الخبير. فانطلاقا من أن الصانع الجهة الوحيدة الخبيرة، فالانحراف عن هذا المنهج هو الذنب. الشهوات أودعت فينا، لكن أي شهوة أودعت فينا لها مجال مباح ومجال ممنوع. في حاجة إلى المرأة، في زواج، في حاجة إلى المال، في عمل، ففي عنا أهداف مشروعة لأنها حاجات أودعت فينا، ولهذه الحاجات التي أودعت فينا وسائل مشروعة. فالذنب هو الخروج عن منهج الله عز وجل. فكسب المال الحرام ذنب كبير، العدوان على أعراض الآخرين ذنب كبير. فهو الذنب حاجة لبيت بخلاف منهج الله عز وجل، هذا أصل الذنب. لكن الله عز وجل رحمة به، رحمة بنا منه، هذه الرحمة أن الإنسان إذا أخطأ هناك توبة. لو ما في توبة الذنوب تتفاقم، والإنسان ينتقل من مذنب إلى مجرم. لكن قل يا عبادي، شوف يا عبادي، يا النسب، أنتم عبادي، كأن يقول أب أنتم أولادي، في معنى آخر أنه أنتم عبادي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله عز وجل ما أمرنا أن نتوب إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا. لذلك الله عز وجل رحيم، خلقنا ليسعدنا، إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. لكن الإنسان إذا زلت قدمه، والإنسان كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والتوبة يعني التوبة، لولا التوبة لانتقل الإنسان من معصية صغيرة إلى جريمة كبيرة. يعني مدام ما في توبة، مدام التوبة غير موجودة يفعل ما يشاء. أما قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا برحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا.